ولد ألبرت أينشتاين في 14 مارس عام 1879 لأبوين يهوديين، وحصل على جنسيتين السويسرية والأمريكية. يشتهر أينشتاين بأنه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان حققتا له شهرة إعلامية منقطعة النظير بين جميع الفيزيائيين. في عام 1921 حاز على جائزة نوبل في الفيزياء. بعد تأسيس إسرائيل عرض على أينشتاين تولي منصب رئيس الدولة في إسرائيل، لكنه رفض. بعد ذلك قدم عرضا نقاط للتعايش بين العرب واليهود في فلسطين، والوثيقة التي أرسلها أينشتاين تدل على أنه كان بعيدا تماما عن معرفة الأمور السياسية وتعقيداتها، وبعيد عن أي معرفة بالأفكار الصهيونية التي تقوم عليها إسرائيل. في مدينة أولم الألمانية ولد ألبرت أينشتاين وأمضى سنوات طويلة في مدينة ميونخ. كان أبوه هيرمان أينشتاين يعمل في بيع الريش المستخدم في صناعة الوسائد، وعملت أمه نيبولين كوخ معه في إدارة ورشة صغيرة لتصنيع الأدوات الكهربائية بعد تخليه عن مهنة بيع الريش. لم يستطع ألبرت أينشتاين النطق حتى الثالثة من عمره، لكنه أبدى شغفا كبيرا بالطبيعة ومقدرة على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة، وقد درس وحده الهندسة الإقليدية. وعلى الرغم من انتمائه لليهودية، فقد دخل أينشتاين مدرسة إعدادية كاثوليكية وتلقى دروسا في العزف على آلة الكمان. كان أينشتاين يرفض فكرة الإله الشخصي والأديان بشكل كامل، ورسائله الخاصة تبين أنه يؤمن بإله سبينوزا وهي الطبيعة. في الخامسة من عمره أعطاه أبوه بوصلة، وقد أدرك أينشتاين آنذاك أن ثمة قوة في الفضاء تقوم بالتأثير على إبرة البوصلة وتقوم بتحريكها، وقد كان يعاني من صعوبة في الاستيعاب، وربما كان مرد ذلك إلى خجله في طفولته. ويشاع أن أينشتاين الطفل قد رسب في مادة الرياضيات فيما بعد، إلا أن المرجح أن التعديل في تقييم درجة التلاميذ آنذاك أثار أن الطفل أينشتاين قد تأخر ورسب في مادة الرياضيات. وتبنى اثنان من أعمام أينشتاين رعاية ودعم اهتمام هذا الطفل بالعلم بشكل عام، فزوداه بكتب تتعلق بالعلوم والرياضيات. بعد تكرر خسائر الورشة التي أنشأها والده في عام 1894، انتقلت عائلته إلى مدينة بافيا في إيطاليا، واستغل أينشتاين الابن الفرصة السانحة للانسحاب من المدرسة في ميونخ التي كره فيها النظام الصارم والروح الخانقة، وأمضى بعدها أينشتاين سنة مع والديه في مدينة ميلانو حتى تبين أنه من الواجب عليه تحديد طريقه في الحياة، فأنهى دراسته الثانوية في مدينة أروى السويسرية، وتقدم بعدها إلى امتحانات المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في زيوريخ عام 1895. وقد أحب أينشتاين طرق التدريس فيه، وكان كثيرا ما يقتطع من وقته ليدرس الفيزياء بمفرده أو ليعزف على كمانه، إلى أن اجتاز الامتحانات وتخرج في عام 1900، لكن مدرسيه لم يرشحوه للدخول إلى الجامعة. كان أينشتاين قد تنازل عن أوراقه الرسمية الألمانية في عام 1896، مما جعله بلا هوية إثبات شخصية أو انتماء لأي بلد معين. في عام 1898 التقى أينشتاين بميرفا ماريك زميلته الصربية على مقاعد الدراسة، ووقع في غرامها. وكان في فترة الدراسة يتناقش مع أصدقائه المقربين في المواضيع العلمية. عمل أينشتاين بعد تخرجه عام 1900 مدرسا بديلا، وفي عام 1901 حصل على حق المواطنة السويسرية ورزق بطفلة غير شرعية من صديقته أسمياها ليسلر في كانون الثاني عام 1901. معظم ما أخذه أينشتاين في نظريته النسبية الخاصة والعامة كان من العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن. جرأة أينشتاين في شبابه حالت بينه وبين الحصول على عمل مناسب في سلك التدريس، لكن وبمساعدة والد أحد زملاء مقاعد الدراسة حصل على وظيفة فاحص في مكتب تسجيل براءة الاختراعات السويسري عام 1902.
تزوج أينشتاين من صديقته ميلفا في 6 كانون الثاني يناير عام 1903، ورزق بابن حمل اسم هانس في 14 أيار مايو عام 1904. وفي هذه الأثناء أصبح عمل أينشتاين في مكتب التسجيل السويسري دائما، وقام بالتحضير لرسالة الدكتوراه في نفس الفترة، وتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه في عام 1905 من جامعة زيوريخ. وكان موضوع الرسالة يدور حول أبعاد الجزيئات. في العام نفسه كتب أينشتاين 4 مقالات علمية دون الرجوع للكثير من المراجع العلمية أو التشاور مع زملائه الأكاديميين. وتعتبر هذه المقالات العلمية اللبنة الأولى للفيزياء الحديثة التي نعرفها اليوم. درس أينشتاين في الورقة الأولى ما يعرف باسم الحركة البراونية، فقدم العديد من التنبؤات حول حركة الجسيمات الموزعة بصورة عشوائية في السائل. عرف أينشتاين بأبي النسبية، تلك النظرية التي هزت العالم من الجانب العلمي، إلا أن جائزة نوبل منحت له في مجال آخر، المفعول الكهروضوئي، وهو مكان موضوع الورقة الثابتة. ورقة أينشتاين العلمية الثالثة كانت عن النظرية النسبية الخاصة، فتناولت الورقة الزمان والمكان والكتلة والطاقة، وأسهمت نظرية أينشتاين بإزالة الغموض الذي نجم عن التجربة الشهيرة التي أجراها الأمريكيان الفيزيائي ألبرت ميكلسون والكيميائي إدوارد مورلي أواخر القرن 19 في عام 1887. فقد أثبت أينشتاين أن موجات الضوء تستطيع أن تنتشر في الخلاء دون الحاجة لوجود وسط أو مجال، على خلاف الموجات الأخرى المعروفة التي تحتاج إلى وسط تنتشر فيه كالهواء أو الماء، وأن سرعة الضوء هي سرعة ثابتة وليست نسبية مع حركة المراقب. في أواخر سنواته اعتزل أينشتاين الحياة العامة وراح يعمل في استخراج نظرية شاملة للمجال المغناطيسي الكهربائي. وفي أذار مارس من عام 1955 سقط مغشيا عليه، ثم أدخل المستشفى وتغير لونه تماما، ولم يستطع أحد أن يتعرف عليه بسبب نقص الدم وضعفه الشديد. ولم يكن أينشتاين يشكو من الألام أو يتوجع، إنما يضحك ويقول هذه هي وقع أقدام الموت. وكان الأطباء يشخصون المرض على أنه تضخم واضح في الشريان التاجي، ولذلك كانوا يتوقعون انفجار هذا الشريان في أي وقت، وانفجر فعلا. وجاءت الوفاة عند منتصف ليلة 18 نيسان أبريل عام 1955، وقد سمعته الممرضة يهمس باللغة الألمانية التي لا تفهمها، فخرجت من الغرفة بحثا عن طبيب وعادت لتجده قد مات. واحتفظ بدماغ العالم أينشتاين في جرة عند الطبيب الشرعي توماس هارفي الذي قام بتشريح جثته بعد موته. وقد أوصى أينشتاين أن تحفظ مسوداته ومراسلاته في الجامعة العبرية في القدس، وأن تنقل حقوق استخدام اسمه وصورته إلى هذه الجامعة. وقد أحرقت جثته وألقي بها في أحد أنهار نيوجيرسي.